فرقة البحث والتحري واحد التابع لمصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية وهران، حيث تمكنوا من توقيف 3 أشخاص، 2 منهم مسبوقين قضائيا يقومون بالمتورطين في قضية الاتجار غير الشرعي لمادة الماريخوانا، وتعتبر هذه العملية نوعية على مستوى ولاية وهران، وربما تكون الأولى، حيث تمكنوا من حجز 1 كيلوغرام و40 غرام من هذه المادة السامة، إضافة إلى أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام ومن مختلف الأنواع.